السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب حد الزنا: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت، هو أحد النقباء ليلة العقبة، نقباء المدينة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني قد جعل الله لهن سبيلا كتحقيق للآية التي فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا جاء السبيل، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. هذا معناه أن البكر إذا زنى يجلد سنة وينفى عاما، سواء كان هذا البكر زنى بالثيب أو زنى ببكر. كذلك الرجل الثيب إذا زنى بثيب فيرجم والرجم، وإذا زنى ببكر يرجم أيضا. لكن هل يجلد أم لا؟ سنفصل في هذا الآن إن شاء الله. قال الشارح: والبكر بالبكر والثيب بالثيب ليس على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتسريب والجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر. فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب، لأن الغالب أن الثيب يزني بثيب وأن البكر يزني بالبكر، فهذا على وجه التغليب. وإلا فأي بكر يزني يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وأي ثيب يزني سواء زنى ببكر أم بثيب يرجم. هل يجلد أو لا يجلد؟ هذا فيه الكلام الآتي. أقول بالله تعالى التوفيق: ذهب بعض العلماء كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أن الثيب يجلد ثم يرجم، وجلد امرأة زنت كانت ثيبا ورجمها، قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستندهم، الآية الكريمة التي الحديث الذي بين أيدينا. ومن مستنداتهم أيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بدون تقييد. فهذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتبعه جماعة، والأكثرون من العلماء على أن الثيب ترجم فقط، وذلك لأن النبي ما ورد عنه أنه جلد الغامدية قبل رجمها ولا جلد ماعزا قبل رجمها. وقال في قصة أنيس، عفوا، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. وهل للمرأة تغرب أو لا تغرب؟ يرى الجماهير أنها تغرب، والإمام يوفر لها مسكنا تكون فيه. في رواية أخرى عن عبادة بن الصامت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه، قال: فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، أي لقي أن وجهه عليه كرب، فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة، تقدم توجيهه. هذا وصلوات ربي عفوا. قال في رواية أخرى: البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم.
لا يذكران سنة ولا مئة، يعني 100 جلدة ولا تغريب عام، لكن الروايات الأخرى أولى وأتقن والله أعلم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، وسلم يا رب تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.